صباحك فرح. وصباحك يا رب سلمى، كيفك اليوم؟ رواء ان شاء الله دائما بتكوني احلى شيء انه مطرت الدنيا بهاليومين، كسرت البروده ونزل المطر، الله يبعث الخير. الله يبعث الخير سلمى، بس بنفس الوقت للاسف صار في كوارث بطرطوس خلينا نقول، وبدنا نعزي اكيد اهالي الاشخاص يلي توفوا خلال هي الامطار الغزيره، الله يرحمهم يا رب، وان شاء الله تكون هي الامطار امطار خير وبركه على كل سوريا، وان شاء الله يا رب كل الايام اللي جايه تحمل معها انفراجات على جميع الناس بكافه الأصعدة. اليوم ساعة ونص من الوقت رح نرافقكم بضيوف مميزين نجاوب على كثير من الأسئلة والاستفسارات، يا رب يكون هذا النهار نهار حلو على الجميع وحامل معه كل الخير والصحة. بدي ارجع لك سلمى، صباحك عن جديد. يسعد صباحك يا فرح، وان شاء الله الخير يعم على بلدنا، امين يا رب. وطبعا هذا المنخفض اللي نحن فيه مستمر خلال هدول اليومين القادمين، وبعدها رح يرجع الجو مثل ما عرفنا بالايام السابقه انه هذا الشتاء يعني خفيف هطول الامطار فيه، ولكن البروده اكبر. طبعا مواضيع عديده رح تكون مع ضيوفنا الاختصاصيين، ولكن مثل العاده حنروح نصبح عليكم بغنيه ونرجع. يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا، يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. ويا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا، يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تلاقي بلهجتها الحمصية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السورية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، للعنبات الحلياني بقلب الجرة منتظري، أنا والعنبات حسن مشتاقين يصيروا نخب بلادنا. يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا، يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا، اشتقنا تلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا، يا نسمة بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. والبداية مثل ما تعودنا بأحداث صارت بمثل هاليوم، ومنتابع مع بعض التقرير التالي. اليوم 14 كانون الثاني، عبر الزمن وسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1814 انفصال الدنمارك عن النرويج، وفي عام 2000 اتحاد الكتاب العرب يعلن اختياره لأفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين. عام 2005 هبوط المسبار هيجنز على تيتان قمر كوكب زحل، وعام 2016 منظمة الصحة العالمية تعلن اندثار وباء إيبولا في غرب أفريقيا بعد أن حصد أكثر من 11 ألف نسمة. ومن الشخصيات التي سجل تاريخ 14 كانون الثاني تاريخ ولادته في عام 1943 رالف ستاينمان، عالم كندي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2011. وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات في عام 1905 إرنست كارل أب، عالم فيزيائي ألماني. و
ومثل عادة كمان فرح رح ننتقل لنتابع أهم طبعاً وأغرب المعلومات يلي موجودة بتقريرنا التالي. هل تعلم؟ هل تعلم بأن الطفل يستطيع الرؤية منذ ولادته في حد أقصى من 30 إلى 40 سنتيمتر ويرى الأشياء بالأبيض والأسود؟ وهل تعلم بأن الطفل يرى الألوان من الشهر الرابع؟ وهل تعلم بأن الرضيع لا يمتلك غدد عرقية ولا داعي لاستخدام بودرة الأطفال لأنهم يمتلكون رائحة جميلة؟ وهل تعلم بأن نسبة الذكاء عند معظم الأطفال تتراوح بين 80 إلى 85% وهي قابلة للزيادة أو النقصان تبعاً للبيئة التي يعيش بها الطفل؟ هل تعلم بأن الطفل يستطيع التواصل قبل أن يتعلم الكلام وذلك من خلال البكاء وحركات جسمه المختلفة؟ وأخيراً هل تعلم بأن المساج وتدليك الطفل يمكن أن يساعد على تهدئته ويساعده على الهضم ويحسن من عادات نومه كما أنه ينمي الصلة العاطفية بينه وبين والديه؟ وبرعاية محافظة حلب افتتح بازار حلب أحلى. خلونا نتابع تفاصيل هذا البازار والنساء المشاركات والمنتجات بالتقرير التالي. برعاية محافظي حلب حسين دياب افتتح معرض بازار حلب أحلى بمشاركة أكثر من 100 مشروع صغير لسيدات منتجات مبدعات من أهالي مدينة حلب. شفنا اليوم شيء مميز عن كل مهرجان نفتتحه، هو الاحترافية في العمل اليدوي والإبداع حقيقة. يعني المرأة الحلبية والمرأة السورية بشكل عام هي أثبتت بهاي المشاريع الصغيرة اللي عم تتميز فيها مهرجان بعد مهرجان بالإبداع والفن. وتضمن المعرض الذي تنظمه مؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات منتجات يدوية تتطلب مهارات عالية. أكثر من 110 مشروع من سيدة من مدينة حلب شاركوا معنا، وكان في كثير إقبال نحن بهذا البازار. هدفنا مثل ما قلنا هذا المشروع صغير، هي مشاريع صغيرة إن شاء الله بنشوفها بالمستقبل مشاريع كبيرة لهدول السيدات. وسط إقبال لافت شكل المعرض فرصة هامة لتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة. طبخ منزلي بالبيت مشروع بلشت فيه من سنتين وإن شاء الله مكملين. في عنا تواصل مع كافة أطياف المجتمع، يعني اللي ما عنده محل ما أنه موجود بالسوق المحلي فبيقدر أنه هو يتواصل مع أغلب الناس. عبارة عن أشغال يدوية بالمخرز وخيط الكليم، فئة الانصاص والكيلو. طبعا كل شغلنا هو يعني تسويق على السوشيال ميديا، ما في محل فدائما بنشارك بالبازارات لأجل هذا الشيء. اختصنا أول شيء بالتشيز كيك وحبينا نطور مشروعنا أكثر ونعمل أصناف جديدة. عملنا كريمة الموز وعملنا كريات الجزر والليمون. أسعارنا مدروسة كتير لحتى الناس اللي عم تجي تقدر تشتري. حبينا فكرة نشجع القراءة زيادة لأني أول شيء غليانين أسعار الكتب كتير، فعملنا فكرتين هنا آجار وبيع. كله هاند ميد قطعة قطعة، بختار التفاصيل الصغيرة اللي إن شاء الله يطلع المنتج يرضي الكل. وتأتي أهمية مشاركة المرأة الحلبية في عملية الإنتاج ومواجهة الأعباء المعيشية من خلال المشاريع الصغيرة والتي تعتبر نواة لمشاريع متوسطة. بازار يقدم منتجات عدة بمكان واحد مما يسهل عملية اقتنائها بالنسبة للزائرين وبأسعار مناسبة. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. فرح رح نروح لأولى فقراتنا، ومثل ما بنعرف يعني مع التطور الجديد بالتكنولوجيا اللي أطفت طبعا على كل شيء موجود بحياتنا لمسة خاصة منا، فمثل ما كنا متعودين سابقا على الإعلانات الطرقية أو الإعلانات المتلفزة أو حتى إعلانات الراديو هي كانت الطريقة الوحيدة لوصول الدعاية للمستهلك. اليوم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع الإنترنت،
أيضا تمتلك خاصية الإعلانات المختلفة شكلا ومضمونا. أكيد مع هذا التطور الكبير ما فينا نكون بمعزل عن التطور بمجال التسويق وخاصة بمجال الإعلانات. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي اللي صارت مثل ما بنقول منفذ للعالم على كافة المجالات ويمكن سرعة وصوله عم بتكون بشكل أكبر. شو هي الدلالات وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وشو هي الوسائل الفعالة بالإعلانات؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع السيدة نيرمين محمود خبيرة متخصصة في مجال التسويق بصناعة المحتوى. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير يسعد أوقاتكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم. قلنا بالبداية أنه في فروق كبيرة بين الإعلانات التقليدية إن كانت الطرقية وما إلى ذلك والإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا بالأول نميز بين هاي الفروق للناس. تمام. هلأ ضروري قبل نسأل حالنا سؤال أنه بوقت اللي عم تطغى فيه وسائل التواصل الاجتماعي وانتشاره، هل ما زالت الإعلانات الطرقية بتحتفظ بنفس المكانة اللي كانت تحتفظ فيها من قبل؟ يعني مثل ما تفضلتي حضرتك بالمقدمة كانت هي أحد وسائل التسويق الأساسية يلي تعتمدها الشركات. هلأ أنها محتفظة بنفس المكانة، فاليوم لا، شفنا في شيء اسمه سوشيال ميديا وإنترنت طلع على السطح، يمكن هو بوازية مثلا بالقوة أو الانتشار، وهو منافس من حيث الوصول، هو أسهل. يعني اليوم مو أي حدا بيقدر يعمل إعلان طرقي، بس إمكانية أنك أنت تعملي صفحة على السوشيال ميديا وإعلان هي أسهل بكتير. فاليوم أي في منافس قوي اسمه السوشيال ميديا، بس هل هي، طيب السؤال أنه هل هي محتفظة بنفس الأهمية اللي كانت محتفظة فيها من قبل؟ هون الجواب أنه للأسف لا، لأنه يعني التغييرات اللي صارت فرضت السوشيال ميديا، واليوم إذا ما قدرت الإعلانات الطرقية تكون up to date مع التطورات اللي عم بتصير هلأ، فهي رح تخسر مكانتها. شو هي بحاجة هي الإعلانات الطرقية لحتى نحن فعلا نطورها ونكون عم نوازي سرعة الزمن وهي التغيرات اللي هي كتير كبيرة؟ تمام. هلأ اليوم الإعلانات الطرقية مثل ما قلت إذا ما كانت up to date مع الشغلات اللي عم بتصير هلأ، فهي رح تخسر مكانتها. مثل أي شيء اليوم خسر حصته بالسوق أو شيء. مثلا اليوم الجينيريشن زد مثل ما نحن بنسميه بالتسويق، او هو جيل الالفينات فما فوق، هو بيتاثر اكثر بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب انا اذا بدي استهدفه طرقيا شو ممكن اضيف عليه لحتى اقدر اثر بهيدا الشريحه؟ ممكن انا يكون ضمن اعلاني الطرقي ببساطه استخدم ناس مؤثرين. هي الحركه شفناها مثلا باعلان بونو اللي مرق من فتره، كانوا مستخدمين ضمن الاعلان كان في وجود ماسة قنوع سليمان العاجل. فهيك أنا كنت عم بستخدم وسيلة تقليدية، بس بنفس الوقت أنا مع التغيرات اللي صارت أنا أضفت إلها المؤثرين يلي هنن إلهم دور بارز اليوم على السوشيال ميديا، فهي واحدة من الطرق. مثلا كمان طيب خلينا نحكي اليوم يعني الإعلانات الطرقية كمان مثل لما بنقارن بين الصحافة التقليدية والصحافة الإلكترونية، هي إلى مريدينا وهي إلى مريدينا. اليوم الشارع موجود، يعني في ناس بجوز ما عندها موبايل وبجوز ما بتفتح انترنت كتير، في فئة عمرية ما أنا ناشطة اليوم على السوشيال ميديا مثل ما هي ناشطة على بالشارع مثلا. تماماً. بيستهدفها الإعلان الطرقي. ما فينا نقول إنه واحد بيلغي واحد، بس شو مميزات، خلينا نقول مميزات الإعلان التسويق عبر الإنترنت من حيث التكلفة وما إلى ذلك يعني. إيه هي لنقدر نفهم المميزات تماماً إحنا لازم نعرف الفروقات الأساسية بينهم. واحدة من أهم الفروقات بين الطرقي والسوشيال ميديا هي الكوست. يعني اليوم التكلفة ما بين إنك تعمل إعلان طرقي في سوشيال ميديا كتير كبيرة مقارنة بالسوشيال ميديا، ودائما بنقول إنه بكلفة صفر أنت قادرة اليوم تفتحي صفحة وحتى بدون ما تعمل إعلانات بالاعتماد على الطرق التسويقية الأورجانيك بالمحتوى، أنك تفهمي خوارزميات المنصات. وشفنا هيك حالات أنه أنت قادرة توصلي إلى شريحتك المستهدفة مقارنة بالإعلانات الطرقية. لا يعني، وحتى في شغلة بالإعلانات الطرقية، أنت لحتى تقدري تنزلي بإعلان طرقي بحاجة تاخدي موافقة من المؤسسة العامة للإعلان. موافقة من المؤسسة العامة للإعلان يعني لازم يكون في عندك تراخيص وأوراق رسمية وما إلى هنالك. اليوم مو كل المشاريع، يعني كتير في مشاريع هي سمول بزنس أصلا وهي ما عندها كل هي الأوراق الرسمية رح تنقول. فهذا هو الفرق الثاني اللي هو الوصول. هون ما قصدي الانتشار وإنما إمكانية التنفيذ. اليوم الإعلانات الطرقية أنا مو أي شخص غير إذا كان شركة عنده كل أوراقه، شركة كبيرة بحجم فبقدر. وهي كمان بتعطي ميزة للإعلانات الطرقية اللي هي الأوثوريتي أو المصداقية، بما أنه ما حدا بيقدر اليوم، مو الكل قدران يوصل للإعلانات الطرقية،
فأنا لما بشوف إعلان طرقي للشركة فهذا بيعني إنه هي شركة كبيرة ضخمة عند المقر تبعها عند الموظفين تبعها، فكمان هاي نقطة. ومن الشغلات اللي كمان بتفرق بالإعلانات الطرقية والسوشيال ميديا اليوم، هي يمكن دائما هي ميزة وسلبية بنفس الوقت. يعني مثلا دائما بنقول إنه سلبية الإعلانات الطرقية هي إنه الجمهور بيستهدفه كتير واسع، بس هي كمان فيك تاخديها ميزة إنه أنت توصلي إلى شريحة أكبر، على عكس السوشيال ميديا اليوم يلي كتير بتخصص. يعني دائما أنت قدرانة توصلي لجمهور الجمهور على أصغر دائرة. في كتير أوبشنز اليوم بالسوشيال ميديا يمكن هي معنا موجودة عنا بسوريا بالإعلانات المدفوعة، يلي قدرانة مثلا تحددي فيها إنه أنت بدك سيدات فقط، لا ما بديهم المتزوجات، المتزوجات المطلقات اللي عندهم مثلا بس ابن واحد. فأنا قدرانة هالقد ضيق الشريحة واستهدف هدف بدقة، فهي بال يعني كشرح سريع للفروقات بين الاثنين. هلا إذا بدنا نحكي إنه هل وحدة لغت دور الثاني، لا خلينا نقول إنه نحن بحاجة نشوف طالما في بجت تسويقية وقدران يحقق تكامل بين كل الأدوات المتاحة عندي فواي نوت. يعني دائما نقول مثلا أنا عندي LBC التارجت تبعها لنقول 1000 شخص اليوم. مثلا اذا انا عملت اعلان على الفيسبوك بيامل لي وصول مثلا ل 200، انستغرام وصلت ل 400، مثلا نزلت على الارض وصلت ل 600، عملت طرقي وصلت لكل ال 1000. فهي انت لما بتعملي هيدا التكامل، فانت اذا حدا هر منك مثلا ما وصلتي له على السوشيال ميديا فانت بتوصلي له ببقيه الطرق. هي القصه وين شفناها بحمله ليكسي، كانت يمكن بلشت فيها بشهر 9 قبل موسم المدارس بشوي، يمكن كانت عامله حمله اعلان عن الحقائب. فكانت هي المكان مثلا اللي مختارته بالاعلان هو البرامكي اللي هو مثلا نقطه بوسط البلد وكل الاشخاص بتوصلها. الوقت اللي اختارته كثير مثالي قبل موسم المدارس بشوي. ودائما بنقول بالاعلانات نحن اذا ما فيك تقدري بنفس اليوم تبلشي، يعني مثلا اذا انا عندي حفله بعيد الحب مثلا اعلنت لها بيوم 14 وبيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، فبدي يكون في عندي هاد انك انت تختاري تطلعي بالوقت الصح. والحلو اللي كان بليكسي هو التكامل، يعني مثلا كتير اي مكتبه تفوتي عليها تلاقي فيه حقائب ليكسي بنفس الوقت. يعني بتذكر كنت وحتى انا ماني مشتركه بصفحه ليكسي، يعني فتحت انستغرام لقيت مؤثر عم يعلن عن الهي، فتحت فيسبوك لقيت فيه اعلان للصفحه. فخلينا نرجع لورا ونشوف مثلا اعتبر حالي سيده عندها طفل وبدها تشتري له حقيبه يعني او شنطه. فأنا حدا تعرض للإعلان بالطريق، شاف إعلان مرة على الإنستغرام، شافه مرة على الفيسبوك، نزلت بالمكتبة شفت إنه في عندي كذا خيار بس انا رحت اخترت ليكسي. يمكن نحن كاشخاص عاديين بغض النظر عن المنتج، خلينا نقول نحن بغض النظر عن نوع المنتج واسمه التجاري، لكن خلينا نقول بطريقه ثانيه انه نحن يمكن اذا كثفنا على الاعلان وشملنا انواع متعدده من الاعلان ممكن هون الزبون اذا بدنا نقول او المتلقي يلفت نظره هي الكثافه ويقتني هذا المنتج. بما انه هذا الشيء موجود، شو هي أساسيات ونجاح الدعاية الإعلانية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى وثانيا الإعلانات الطرقية؟ تمام، هو الأمانة أنا كنت عم حاول أعطي كيس ستدي أو شغلات لحتى نقدر نوصل الفكرة أكثر. هلأ شو المقومات؟ هي دائما وأول خطوة وين ما رحتي بالتسويق حيقولوا لك أنه أنت تحددي جمهورك المستهدف، سواء كنت رايحة سوشيال ميديا طرقي تقليدي رايحة سيلز أو شو ما كان، يعني دائما هتلفي وترجع حيقولوا لك درسي شريحتك المستهدفة أكثر، لأنه هي حتساعدك تعرفي وين هم متواجدين، شو أكثر الكلمات اللي بيستخدموها، شو الشغلات اللي بيفضلوها. فأنت قدرانة تعملي إعلان هو يأثر بهدول الناس. إذا بدنا نحكي طرقي أكثر، فأكثر شيء مهم إنك أنت تشوفي شو اللوكيشن أو شو هو الموقع اللي أنا بده يكون، هل هو مزدحم، هل هو فيه مثلا أنا بدي أعمل إعلان للجامعات فممكن أحط بيستهدف طلاب الجامعة فيكون إعلان طرقي قدام هاي الجامعات. كمان الوقت مثل ما قلت، يعني مثلا إعلان الحقائب لو طلع بالصيف ما كان حدا اهتم له مثل ما إنه يكون هو يطلع قبل موسم عودة المدارس. وبيبقى في عوامل تانية إلها علاقة بالتصميم والديزاين بحد ذاته وبالطبقة
الموجودة مثلا، نحن لما بنحط منتج غالي الثمن بشكل كثير كبير بمنطقة شعبية ممكن هون ما نحصد نجاح مثل إذا حطيناه بشوارع تانية ممكن تكون أعلى درجة. خلينا نقول تماما هي نفسها بترجع لأنك تدرسي شريحتك المستهدفة، فهذا بيحدد لك وضع المادي هو كيف. فأنت بتقولي لا أنا هون بحطه بالمالكي ما بحطه بالبرامكي مثلا، لأنه هذا الشيء بيخليني أوصل لشريحتي المستهدفة. طيب خلينا كمان نحكي شوي ولو مقارنة هي سريعة. اليوم كمان تطور الإعلان الطرقي ببلدنا، يعني صرنا نشوف إعلانات فيديو ديجيتال، بعض بعض الشاشات بتعرض فيديو، وبعض أيضا الإعلانات صارت 3D يعني بتستخدم مؤثرات تبين أنه هي الصورة عم يعني متحركة ما أنا صورة ثابتة. وفي هذا الشيء خلينا نقول قد في فرق اليوم بين ما تكون شركة اللي عم تعلن عن منتج وبين ما يكون فعالية، لأنه كمان في فعاليات بتعتمد كتير على الإعلانات الطرقية أكثر ما تعتمد على السوشيال ميديا. نحكي الفرق إيمت أنا بستخدم هاد وإيمت بستخدم هاد. يمكن بالفعاليات هنا بيروحوا طرقي أكثر، لأنه صعب انه هيك مثلا تحقق كل الانتشار او الضجه اللي بدك اياها من اول واحد. تماما، وانك تفتحي صفحه على الفيسبوك وتقولي خلص اكتفيت، ما انت مستهدفه شريحه كثير واسعه وهي الشريحه هي موجوده بالشارع، فبيكون الافضل انه هي تطلع بهيدا القصص. هلا ايه اليوم يعني هي الاختلافات تبع انه اكيد في اعلانات الستاتيك اللي هي الثابته، في الاعلانات الديجيتال برا سوريا، في الاعلانات اللي كنتي عم تفضلي حضرتك ذكرتيها اسمها اعلانات CGI اللي هي بتعتمد على تاثيرات مرئيه و 3D. انت بتفكري يعني مثلا شفناها بدبي وقت فيلم باربي، انه في باربي عم تمشي بين البناء الابراج مو بنايات، فهي بتفكري حقيقيه بس هي كلها هي صوره ما شيء واقعي. هلا هون يعني بما اني ذكرت هي القصه كنت كثير عم بحكي ايجابي اعلان طرقي. طيب في تحديات بتواجه الاعلان الطرقي اكيد، مثل هي مثلا انه شخص مارق سواء بسيارته او بالميكرو الى اخره، فانت الوقت كثير قليل معك لحتى تشدي انتباه هذا الشخص لحتى يتطلع على الاعلان تبعك. هون بيرجع انه انت كثير لازم تشتغلي على تصميم ملفت يكون فيه مثلا الكلام ما فيك تسردي كثير، وهي كمان ممكن تكون انه من التحديات اللي بتواجهك. يعني ببوست السوشيال ميديا انا عندي المساحه لحتى اشرح كثير عن شركتي عن مين انا او الى اخره، بس بالاعلان الطرقي انت عندك تحدي تعبري عن نفسك يمكن بكلمتين او ثلاثه وتلفتي نظر هذا الشخص. كمان بالاعلانات الفيديو لسه تحدي اكبر واكبر، لانه انت ما بتكوني لحالك بهي شاشه العرض، لا بتكوني عم تتقاسمي الاعلان مع شركات ثانيه، فبيكون لسه التحدي اكبر انك انت تطالعي شيء عن جد ملفت يوقف عنده العالم وتنتبه له. إذا بدنا نسأل عن الثغرات أو بعض الأخطاء يمكن يلي ممكن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم بيعاني منها، شو ممكن تكون هي الثغرات؟ هل هي موجودة فعلا أو لا؟ إذا بدنا نقول نحن بمعزل عن أي صعوبة ممكن نلاقيها بالإعلانات الطرقية. يمكن بحس أكثر شغلة إنه إعلاناتنا اليوم مانا كتير كاستمايزد أو مخصصة حسب الناس اللي نحن بنستهدفهم، ومنشوفها كتير انه مثلا في ناس مشهورين بيعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاي حدا شو ما كان المنتج تبعه بيروح هو بيعلن عنه. بس الافضل نحن يعني قبل ما نعمل هذا الشيء ندرس هل محتوى هذا الشخص هو بيناسب الشيء اللي انا بدي اعمله وبيخدم فكره الشركه تبعي او المنتج تبعي ولا لا. وكمان في شغله بما انه هلا كثير دارجه قصه الاعلان عن طريق المشاهير او المؤثرين عن السوشيال ميديا، يمكن نحن بس بنطلع على هذا الشخص كم عنده فولورز. بس هو اليوم لما شخص مؤثر بيعلن عن الشركه تبعك فانت بطريقه او ما بتكون عم تتبنى اراء ونهج حياه هذا الشخص، فضروري نحن نشوف هل هو القيم اللي بيتبناها هي مناسبه لشركتي بدي اتبناها انا كمان. ومثل ما قلت اني اشوف هو عنده الشريحه اللي انا بستهدفها واللي بدي اياها ولا لا. تمام اكيد. يعني اليوم اخذنا فكره هيك ونصائح مهمه جدا، نتمنى اكيد يكون الكل استفاد منها. بالختام بدنا نتشكرك لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. اكيد كل الشكر لك وبقيه نهار حلو. اما هلا صار الوقت لحتى ننتقل الى غرفه الاخبار للاطلاع على اخر واهم المستجدات على الساحه السياسيه العربيه المحليه والعالميه مع زميلتنا نيرمين عمار. صباح الخير نيرمين. فرح وسلمى موجز الأخبار، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم.
أدانت سوريا محاولات التدخل الخارجية في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية وكل الاستفزازات والتصرفات التي من شأنها توتير الأوضاع في منطقة شرق آسيا وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين. وزارة الخارجية والمغتربين قالت في بيان تؤكد سوريا على دعمها الكامل وتمسكها بمبدأ الصين الواحدة ممثلة بحكومة جمهورية الصين الشعبية، كما تدعم جهودها لصون سيادة الصين ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. تابعت الوزارة إن سوريا تعتبر أن جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وأن هذه الحقيقة يجب ألا تتأثر بأي إجراءات أو انتخابات تجري فيها. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية 12 مجزرة راح ضحيتها 135 شهيدا وأكثر من 300 جريحا. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال صعد عدوانه بأشكال متعددة، ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها، ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم 99 على قطاع غزة المنكوب إلى ما يقارب 420 ألف شهيدا وما يزيد عن 60 ألف جريحا. وأضافت الوزارة إن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة تجعله الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ، مبينة أن الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين 20 فلسطينيا في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا. وفي سياق ذي صلة، دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وإلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير لتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية للشعب الفلسطيني بالقطاع. وقالت تشانغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس لمناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين، وفق ما نقلت وكالة شانغوا، إن أي تهجير قسري للفلسطينيين يجب أن يتم رفضه بشدة، وهذا يعني طرد مليوني شخص من غزة وتحويل غزة إلى ما يسمى منطقة آمنة خالية من السكن البشري. وإذا تم تطبيق هذه الفكرة المروعة فمن شأنها أن تشكل جرائم فظيعة بموجب القانون الدولي. وأضافت شانغ إن الصين تحث المجتمع الدولي وخصوصا الدول التي لها تأثير على الأطراف على جعل تحقيق وقف إطلاق النار المهمة الأهم، ولسيما أن الوقف الفوري لإطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يمنع وقوع المزيد من الضحايا والكوارث الإنسانية. عبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث عن قلقه العميق إزاء تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار. ونقلت وكالة وفاء الفلسطينية عن جريفيث قوله في إفادة لمجلس الأمن الدولي، إذا لم نتحرك ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها. أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية بناء على طلب الجزائر العضو العربي في المجلس لمناقشة خطر التهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء عدوانه المتواصل. ختام الموجز، عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا نرمين من غرفة الأخبار، ومكملين بفقرات صباحنا لليوم. وصلنا للفقرة يلي نحن كنا منتظرين أنا وياك. أكيد فرح، دائما نحن بنعرض هيك عن المواهب السورية المتميزة وبالأخص عن مواهبنا بالأطفال. حكينا سابقا عن بعض الأطفال المتفوقين بالحساب الذهني، ومستمرين أيضا باستعراض آخر وأهم الإنجازات لأطفالنا بكل المحافظات السورية يلي عم يشتركوا بالمسابقات سواء أونلاين وأيضا مسابقات وطنية.
رح نحكي اليوم عن المهارات المميزة اللي يمكن عم يتمتع فيها الأطفال بشكل كتير كبير، وهي الأساس لحتى تبني شخصيتهم بالمستقبل وتساهم بشكل كتير بنجاحهم، خاصة إذا في أهل كتير مهتمين ومدربين متمرسين بشكل كمان مهم وبشكل متقن. رح نحكي عن هاي المواهب بالتفصيل، بس بالأول بدنا نرحب أكيد بالمدرب خليل العليم، مدرب دولي بالحساب الذهني ومدرب مهارات، ومعنا كمان الطالب ليث شيخ موسى عمره 13 سنة، والسنة الماضية شارك بالمسابقة وأخذ ميدالية ذهبية، حائز على المركز الخامس بالحساب الذهني، والطالبة رسيل منهل علي العمر 8 سنوات ومهارة الإلقاء والخطابة. يسعد لي صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يا صباح الخير، الله يخليك ويحفظك يا حبيبي. أهلا وسهلا فيكم، الحمد لله على السلامة. قبل ما نبلش خلينا نروح سوا معكم ومع المشاهدين نشوف مقتطفات من المشاركات بالمسابقات إن كان وطنية وحتى الأونلاين بالكليب التالي، ونرجع لنبلش حديثنا. Yeah.
بعد هذا الفيديو المميز اللي شفناه سلمى، ده هي حالة حياة كاملة. قدي بتحس انه روحنا معلقة يمكن بكل ولد اعمار صغيرة، لكن كلهم حيوية وذكاء وطاقة كتير كبيرة، وحالة يمكن وحدة حال اذا بدنا نقول، وصداقة كتير كبيرة بينهم وبين الكوتش الموجود معنا لليوم. هي الحالة اكيد بتولد نجاح وتفوق. رح نبدأ مع ليس وتجربتك ليس بالحساب الذهني، ليش اخترتها؟ وكتير من الناس بتسأل شو بيفيدنا اليوم الحساب الذهني، احكي لنا عن تجربتك. انا الحساب، هو صراحه شيء كثير بيفيد بحياتنا العمليه. انا كنت ماده الرياضيات ماده عاديه كانت عندي، بس وقتها فتت بالحساب الذهني صارت ماده مميزه. الحساب الذهني حفزني لادرس بزياده، خلاني متميز بصفي بحياتي أول شخصيتي من قبل كانت كتير خجول. أنا كنت كتير كتير خجول. وقت دخلت بالحساب الذهني وطبعا مع الأستاذ خليل العلي صارت شخصيتي قوية. يعني من قبل ما كنت كلمتين ما أعرف طبعا، هلأ عادي. ممتاز، برافو، هذا شيء كتير مهم. وكمان رح أروح لعندك أستاذ خليل، ولكن بالبداية بنرحب برسائل. صباح الخير رسائل. صباح النور. يعني انت متميزه مو بالحساب الذهني، بالالقاء، مزبوط؟ خلينا نشوف شو محضرتي لنا اليوم. اول قصيده بدك تقوليها؟ بدي اقول محمد معلي الجواب. خلي المايك يلا تفضل. شممت تربكي لا زلفى ولا ملقى، وسرت قصدك لا خبا ولا مذقا، وما وجدت إلى لقياك منعطفا إلا إليك ولا ألفيت مفترقا. كنت الطريق إلى هاو تنازعه، نفس تسد عليه دونها الطرق، وكان قلبي إلى رؤياك باصرتي، حتى اتهمت عليك العين والحدقة. شممت تربك أستاف الصبا مرحا، والشمل مؤتلفا والعقد مؤتلقا، وسرت قصدك لا كالمشتهي بلدا، لكن كمن يتشهى وجه من عشقا. شو الإلقاء الحلو. برافو 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 برافو. أستاذ خليل، أول شيء شكرا على هالموهبتين المميزين مع هدول الأطفال يلي عن جد بكبروا القلب. اليوم حكى شوي ليس قديش الحساب الذهني قوى شخصيته. رسالة عندها شخصية كمان كتير قوية بعمر 8 سنين، أنا رجعت لأتأكد من العمر، 8 سنين، بموهبة الخطابة يلي يمكن كتار من الناس بدون موهبة وبدون شخصية قوية وبدون كتير من الصفات. فخبرنا اليوم كيف تعاملك مع هي الشخصيات المختلفة لحتى تكون الثمرة واحدة، هي نجاح وتفوق وميدالية ذهبية كمان. أول شيء صباح الخير عليكم جميعا وعلى كل المتابعين الأكارم. هلأ بدنا نحكي عن المهارات. نحن أنا بكوني مدرب مهارات تطوير أداء بالنسبة للكبار أو الصغار، وظيفة مدرب أو المدرب سواء كان مدرب مهارات، مدرب حساب، مدرب تنمية، لما بيشوف شخص عنده شغف لازم ينمي. يعني أنا لما بشوف مثلا طلابي، اولا واخيرا بشوف الطالب عنده، هلا ليث انا مستفيد من الكلام اللي حكى ليث قبل شوي، حكى انه كانت شخصيتي خجوله. اي صح، شخصيته كانت كثير خجوله، مو خجوله يعني شخص كثير منطوي عن ذاته، خجول جدا. فبنجي نحن على نقاط الضعف ونقويه. ما يعني ما بيكون عندي شخص مثلا لا، والشخص المتميز بسقل له مهارته. احنا اكيد اي الالماس يصنع بالضغط والصقل، فنحن هي الالماسات نحن نكتشفها اولا. ماشي، رسيل، نحكي عن رسيل كانت هي حدا متميز جدا، بتحب الشعر، هي عندها شغف بالشعر. نحن نقول عنه هذا الذكاء اللغوي، عرفنا شلون. فهون بتجي مثل ما نقول وظيفه المدرب انه يكتشف هي المواهب
ويسقلها وينميها. طبعا انا بما انه مدرب القاء ومدرب مهارات اشتغلنا مع رسيل على طريقة الالقاء، كانت هي مثلا ما بتلقي شعر تأدي. نحن يعني اكيد كون عم نحكي مع اعلاميات واعلاميين بتعرفوا شو معناته يؤدي وشو معناته يلقي. فهي حدا بيقرا قراءه شعريه، عرفت شلون؟ نحن بالبدايه اشتغلنا على الموضوع، بالبدايه شفنا نقاط الضعف فيما بعد. بس مشان نحكي هي مثل انه بالخطف خلفا، رسيل هي من احد طلابي طبعا الحساب الذهني، اكتشفنا هذا الموضوع. يعني الامر بيكون صدفة. طلعي يا رسيل القينا، فأنا لفت انتباهي رسيل، فصرت أنا دائما خليها تطلع، دائما بكل نهاية جلسة طلعي صحح لها، بدربها. لو وصلت صرت أنا أعطيها مثل ما نقول برايفت لحالة بعطيها. فيما بعد عملنا دورات أكاديمية كمان خليتها تكون معنا، حتى أكيد حاليا وصلت لمستوى أكثر من جيد إن شاء الله. واضح واضح هذا الشيء، وكلهم متميزين. يعني ما شفنا لهلا أطفال إلا وشفناهم متميزين بكل الأعمار. ورح نرجع لعندك ليس، حكي لنا أكثر عن آخر المسابقة اللي شاركت فيها، وجايب لنا معك شهادات مزبوط. خلينا نحكي أكثر عن المسابقات اللي شاركت، تفضل. هلا أنا مثل ما حكيت أنا من 3 سنين مع الأستاذ خليل، شاركت بثلاث مسابقات، طلع لي فيهم المركز الخامس والثالث والميدالية الذهبية، وهي دول شهادة. خلينا نستعرضهم. ساعدك هون المرتبة الخامسة في جميع الخوارزميات الحساب الصحي في مسابقة علمني 2023 تحت شعار للعالمية نرتقي. برافو، وشكر للمدرب خليل العلي على الاهتمام وحسن المتابعة. الله يخليك. برافو. مديرية التربية في اللاذقية كمان تهنئة الطالب ليث أحمد شيخ موسى، المركز الخامس بالمسابقة الوطنية للحساب الذهني والمستوى السادس. برافو. قديه طبعا كله دعم هيك بتعطي دعم استاذ خليل اليوم، قديه هي الشهادات بتعطي دعم لل، يعني مثل ما شفنا مو جهه واحده اللي عم تكرمون، جهات متعدده عم بيشاركوا باماكن متعدده، مديريه التربيه وغيرها من الفعاليات، قديه بتعطي دعم اليوم للطلاب؟ كثير حلو نحن انه نشجع اولادنا بهي الاعمار الصغيره، ما ننتظرهم لحتى يوصلوا للصف التاسع مثل ما نقول، والصف البكالوريا لحتى ياخذ هي الشهاده اللي هي مثلا هي بتقرر مستقبله. لا، هي تراكم، نحن هي هي تراكم الخبرات نحن نسميه تراكم الخبرات، هي اللي بتكون شخصية الطفل. يعني أنا هذا الطفل أو هذا الشخص ماشي ما شاء الله صار شاب ليث، بهذا العمر وصل لهذا العمر أخذ شهادات كثيرة، تعطي دعم نفسي أولا وأخيرا. يعني الدعم النفسي كلياتنا بحاجة لدعم نفسي، أنا بحاجة لدعم نفسي، أنت بحاجة لدعم نفسي. شهادات صغيرة ماشي أو شهادات هي نحن بنفكرها هي شهادة عادية، ولكن هي عم تصقل شخصيته، هي عم تبني شخصيته، هي عم تكون شخصيته، عم تدعمه نفسيا، عم تدعمه اجتماعيا بالمجتمع، هو عم يحس حاله هو حدا متميز، هو اكيد متميز، بس تراكم هي الشغلات بيقول انه انا حدا غير الموجود. انجزت هذا الشيء، انجاز، هي ثمره الانجازات يلي اشتغلها لي. تمام. خلينا نسمع شوي من التمارين اللي ممكن تاذهلنا فيها بشكل دائم انت وطلابك استاذ خليل مع ليث. تكرم عينك. جاهز يا ليث؟ جاهز. تمرين خيال ابدا. جاهز اصابع. يلا هلا هيك مثل ما حكينا ومثل ما كلياتنا صرنا نعرف، هو تمرين خيال عم يتخيل المعداد وعم يتخيل كيف عم يحرك هي الخرزات. تمام. يلا جاهز ليث؟ ابدا. فيك تحط المايك اذا بدك مشان تاخذ راحتك اذا بتحب. يلا ابدا. يلا 70 ناقص 10 ناقص 10 زائد 40 زائد 9 ناقص 99 زائد 20 زائد 20 زائد 40 ناقص 30. الجواب 50. تمرين مئات. جاهز؟ جاهز. ابدا. 495 ناقص 245 زائد 200 زائد 500. جواب 950. تمرين اخر سريع. جاهز؟ جاهز. ابدا. 70 ناقص 10 زائد 10 ناقص 20 زائد 40 زائد 9 ناقص 99 زائد 20 زائد 10 زائد 10 ناقص 30. جواب 10. تمرين أخير سريع جدا. ابدأ. 3 1 5 ناقص 4 2 2 ناقص 9
40 ناقص 20 زائد 50 ناقص 20 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 9 ناقص 39 زائد 20 زائد 4. الجواب 74. أحسنت، شكرا. يعني إذا بدي أكتبهم وراء لحتى أحسبهم أنا على الآلة الحاسبة ما بلحق، مثل هو السرعة اللي لحق فيها. ما شاء الله عليك يا ليس، يعني الذكاء والسرعة البديهة هاي يمكن أساس كمان بتعلموا ياهم بالحساب الذهني. خليني أرجع لرسائل كمان. شو محضرتي لنا كرسائل؟ يلا تفضل. آه كم أشتاق أيام أبي، آه كم أشتاق أيام أبي، رغم ما فيها من الهم وطول التعب. ذلك الرجل الرهيب العصبي العصبي، إنه أورثني الحزن ولكن مدني بالعزم والعزة والصبر الأبي. فحملت العبء طفلا ودموعي لعبي، وبكى حين رآني ناجحا ورضا عينيه أطفأ تعبي. إنما كان أبي، إنما كان أبي قاسي الوجه ويخفي نهر حب عذب. قلبه قلب صبي، صبره صبر نبي. رحم الله أبي، رحم الله أبي، رحم الله أبي وآباءكم جميعا. ما شاء الله، قد ايه حلوة هي الكلمات، الإلقاء يلي ما في كلام يوصفه، قريب على القلب بشكل كتير كبير. أستاذ خليل، أدي انتقاء القصائد اليوم له دور كتير مهم، يعني يمكن بعمر رسائل نحن بنسمع أكثر شيء الأطفال أناشيد، مثل ما بنسمع أغاني كتير بسيطة، بلشنا بالجواهري وقصيدة أبي، يعني بدها عمر لحتى يمكن حتى الطفل يستوعب قسم من معاني هي القصيدة إذا ما قلنا كلياتها. فكيف كان التعاطي مع رسائل بهذا الموضوع، خاصة أنه كل القصائد المختارة يمكن أكبر من عمره؟ هلا بداية بدنا نحكي بالنسبة للإلقاء أو بالنسبة للشعر، نحن دائما نحاول أبنائنا نعطيهم ذخيرة لغوية، يعني نحن بخلال دورة الإلقاء نحاول قدر الإمكان نشرح لهم هي المفردات، يصير عنده الطفل ذخيرة لغوية، خصوصا أنه الطفل لما بيكون عنده شغف للغة العربية لازم تعطيه، ما بنعطي هي المفردات البسيطة، خصوصا نحن عم نتوجه لشيء. هلا المنهج هو توجهه غير، يعني المنهج هو توجهه عن تعليم اللغة العربية كي الأناشيد ليزيد ذخيرته اللغوية. نحن واجبنا أن ننتقي قصائد هادفة، إذا لاحظتي نحن القصائد لازم تكون هادفة، القصائد ذات معنى واللامس روح الطفل، يعني حتى يشعر الطفل. أهم شيء أنه نحن يكون القصيدة ذات مغزى وذات معنى لحتى يندمج الطفل معه، خصوصا بعد ما نشرحها. أكيد، يعني هذا شيء كتير مهم يمكن، وبنفس الوقت ما نو سهل صعب. هون بدي أسألك رسائل، أنت بتدربي حساب ذهني ونفس الشيء بالإلقاء، أنو أكتر بتحبي ولا بتحسي الاثنين لا لازم الاثنين تدربي عليهم سوا؟ أنا بس ارفعي شوي مايك. أنا اثنين بحبهم، بس أنا الشعر أنا كان عمري 5 سنوات 6 سنوات كنت بالروضة، كنت أحب الشعر كتير. فأنا صرت تمت مع الأستاذ خليل، طبعا بشكره كتير، تمت معه 2 سنين بالحساب الذهني، فهو لاحظ ميولي لإلقاء الشعر والخطابة إنه ممتاز أكتر. وانت حبيتي اكثر الالقاء؟ انا حبيت الالقاء كثير كثير. ميداليه هي عن شو؟ هي ارفعيها شوي بس مشان ياخذها الكاميرا. ايه كمان. ايه هيدا الشهاده ميداليه، ميداليه طبعا. هي بالحساب الذهني، بالحساب الذهني تقدير. برافو. خلينا نرجع لك كمان ليس مشان ما ناخذ حصتك، وبدنا نسمع كمان تمرين منك استاذ خليل مع ليس. صعب ولا شو؟ جاهز يا ليس؟ ماني شايفك انا المشكله. يلا جاهز ليس، ابدا. 520 ناقص 420 زائد 110
ناقص 200 زائد 500 زائد 400 ناقص 300 ناقص 100 زائد 100 زائد 100 ناقص 500 جواب 210. تمام شكرا. تمرين آخر سريع ابدأ. 444 زائد 555 ناقص 99 ناقص 40 زائد 20 ناقص 50 زائد 20 زائد 40 ناقص 30 زائد 9 ناقص 5 الجواب 864. شكرا شكرا يعطيك العافية. يعني مثل ما شايفين السرعة كتير كبيرة. كمان ليس قبل ما نختم الحساب الذهني مثل ما قلت أنت غير لك كل حياتك وكل تفكيرك، هل كمان خلاك تفكر أنه أنا ممكن أدخل أدرس شيء له علاقة بالحساب الذهني ولا لا؟ لا كان هلا أنا كمان عندي ميول للرسم، ساعدني كتير كتير ومن خلاله صرت أقدر استوعب شغلات أكبر. يعني ما حل شغلات معقدة، برمجة ألعاب وتطبيقات كله أنا ما كنت مستوعبة الشغلة لحتى أنه فتت على الحساب الذهني وطور لي هالمهارة بالتركيز والقوة الإرادة. برافو برافو ليث، أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق وبتمنى الميدالية الذهبية يكون في إلى كمان نجاح أكبر وميداليات أكبر، وأكيد ترفع اسم عائلتك واسم سوريا دائما بالعالي. كمان نحن طمعانين أكثر برسائل وطمعانين نسمع منها أكثر. محضرة شيء كمان رسالة تسمعيني يا تفضلي. رح أختم قصيدة هلا. طبعا هاي بهدية لهيدي القصيدة لأطفال فلسطين. تفضلي. يا قدس يا مدينتي، يا قدس يا حبيبتي، غدا غدا سيزهر الليمون وتفرح السنابل الخضراء والزيتون وتضحك العيون وترجع الحمائم المهاجرة إلى السقوف الطاهرة ويرجع الأطفال يلعبون ويلتقي الآباء والبنون على رباك الزاهرة يا بلدي يا بلدي السلام والزيتون. برافو برافو يسلم هالتم يا رسل، شكرا لك. يعني قبل ما نختم كمان بعرف قديش انت متاثر، عم تدمع من اول الحلقه من اول ما شفت الكليب وبعدين مع الاطفال ومع كل حدا متميز عم بتشوفه. بدنا نشكرك كثير على هذا المجهود واكيد مثل ما قلت بالغنيه اللي طلعت بدها شويه امال ويقين انه اكيد القادم افضل بهمتكم وهمة اهاليهم. كمان بدنا نشكر اهاليهم على المجهود والتعب، بنعرف انه هن اليوم ليجوا يطلعوا معنا على الشاشه اجوا من اللاذقيه. شكرا كثير لكل شيء عم تعملوه. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم لسه افضل وافضل. شكرا 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 لك كوتش. ناطرين دائما هي المواهب الرائعه لحتى نزين فيها صباحنا. شكرا لجهودك الكبيره وحاله الصداقه الحلوه. استضافتكم الجميله دائما. كمان نشكر الاخباريه دائما على دعمها المواهب، واكيد لما نحن بنضوي عن هي على هي المواهب اكيد نحن عم ندعمها. وشكرا أكيد. دائما لكم شكرا. شكرا لك. شكرا وسهلا. أما هلا سلمى بنتوجه إلى محافظة حماس ومناسبة ذكرى التأسيس الأولى أحيا الكورال، أقامه فرع الجمعية العلمية التاريخية السورية بحمص بالتعاون مع مطرانية السريان الكاثوليك في كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. بمناسبة ذكرى تأسيسه السنوية الأولى أحيا كورال شبلة حفل ريسيتال أقامه فرع الجمعية العلمية التاريخية السورية بحمص بالتعاون مع مطرانية السريان الكاثوليك في كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية. ولكن قدام الألم نحن لا نركع، وإذا غنينا مو معناتها قلبنا مانو مجروح، بالعكس من جرح القلب عم يطلع الغناء مع مجموعة هالشباب والصبايا مثل الورود يلي اسمهم شبلة السنبلي. السنبلي جمعهم عشق الموسيقى وحب الحياة وزرع الرجاء. الموسيقى غذاء الروح،
والشباب عنده الطاقة الأعلى خلال مرحلة الحياة. بقى هلا شو كورال شيبلا اللي هو انضم للجمعية العلمية التاريخية انطوى تحت لواءه، ان شاء الله رح يقدم لنا هاي الطاقة الحلوة اللي بتمتع فيها الشباب مع الموسيقى اللي بتعطي الطاقة الإيجابية وبتطلع كل مكنونات النفس الإيجابية. كورال شيبلا هدفه الأساسي هو إحياء التراث الثقافي السوري الأصيل. اليوم نحن عم نحاول نحافظ قدر الإمكان على الهوية والقاعدة الأرضية الفنية، باعتبار أنه الفن والموسيقى هنون لغة هذا البلد وهي الأرض. الكورال بيتألف تقريبا من 45 عضو، 15 عازف والبقية مغنيين، المايسترو اكتمال حاماتي ودلال عبد الله وأنا مؤسس الكورال. وسط حضور وتفاعل مميز من الأهالي، قدم الكورال عددا من الوصلات الموسيقية الغنائية السورية والعربية الطربية الإفرادية والجماعية، أداها نحو 45 شابا وشابة. فعالية ثقافية موسيقية وطنية اجتماعية تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية. شيء جميل كثير، أنا جدا مبسوط بهالمجموعة من المرود، المجموعة من الشباب والصبايا الحلوين، قدموا لنا أشياء جميلة وممتعة، بتمنى لهم من قلبي كل التوفيق. قياسا بالمدة اللي تمرنوا فيها كفرقة موسيقية مع الكورال، يعني أنا بعتبر أنه عملوا إنجاز، الله يوفقهم. ونحن بحمص بحاجة لحركة فنية. يعكس كورال شيبلا روح الشباب السوري المتمسك بإرثه الثقافي لينشر الحب والسلام على مر الأجيال. شيرين العلي، الأخبارية السورية، من كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية في حمص القديمة. وصلنا لفقرتنا الختامية ورح نحكي فيها عن المساحة الداخلية بكل بيت. دائما الناس بتسأل كيف ممكن استثمر مساحة بيتي بالشكل الصحيح، والحقيقة انه هي بتبدأ من التصميم. اصلا لما بصمم البيت بشكل مظبوط ممكن استغل المساحات اللي موجودة فيه لتخدمني، سواء كانت مساحته ضيقة او حتى مساحته كبيرة. مع هذا التطور سلمى اللي بلشنا في صباحنا، اكيد التطور بيشمل ايضا العمارة، وكثير من الاشخاص سلمى بيلجأوا انه حتى اذا كان البيت صغير بتحسي لا شعوريا انه هو فعلا في عندك مساحة، ويمكن مو ناقص شيء. البيت بنقول انه البيت مثلا كلياته 75 متر بس انه صحيح مقضي كل احتياجاتنا. لهيك نحن اليوم رح نحكي عن استثمار المساحات الداخلية، استثمارها اجتماعيا وايضا خدميا ضمن المنزل. كل هاي التفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا لليوم، المهندسة غزل الشيخ، وهي مهندسة عمارة ومختصة بالتصميم الداخلي. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه. اليوم لما بنحكي عن الديكورات، تطور كثير كبير عم نلاحظه بكل المجالات خاصه بمجال الديكورات. شو هو الفرق بين الديكورات قبل، خلينا نقول زمان، والديكورات الحديثه؟ شو التغيرات الاساسيه اللي طرقت؟ هلا نمط الديكور القديم عن نمط الديكور الحديث هنا فعليا شقين منفصلين تماما، يعني فينا نقول كل شق فيه مزايا وعيوب خاصه فيه. فالديكور القديم اللي نحن معروف عنه اللي هو النمط الكلاسيكي، فينا نقول انه اللي بيمتاز بفخامته واناقته، المفروشات اللي بتحوي على الزخارف الديكوريه التفاصيل، على عكس النمط الحديث اللي بيمتاز فينا نقول بالبساطه السمبل، الالوان الرايقه اللي بتعطيكي هيك البهجه، التفاصيل كثير كثير بتكون خفيفه فيه. فكل نمط له استخدام معين، وبالتالي كمان له يعني وضع خاص فيه. يعني انا ما فيني مثلا استخدم النمط القديم الكلاسيكي بمساحات ضيقه، تمام، على عكس انه مثلا المودرن كمان انا بستخدمه بالمساحات الضيقه مشان اهرب، مشان اطلع انا حلول فيني اخدم فيها مساحاتي بالحلول الجديده. هذا يمكن الفرق كمان اليوم لما بيكون المهندس ومهندس عمارة يلي عم يصمم التصميم الديكور، بيختلف اختلاف كامل عن مثلا اللي دارس فنون جميلة وعم يحكي عن التصميم الداخلي، لأنه مهندس العمارة بيعتمد على المساحة، بيعرف أكثر إذا هذا المكان بيمشي معه هالشيء أو لا. خلينا نحكي عن التصميم الداخلي اليوم، أنت كيف بتحاولي تقسميه بشكل يتناسب مع مساحته وأعطيه الشكل المناسب؟ هلا نحن بدنا نشوف بالاخير وضع راهن. انا بشوف مثلا في فرق بين فيلا مساحتها 500 متر عن شقه مساحتها 80 متر. فمثل ما قلت لكم انه يعني
نمط الكلاسيكي أنا بدي مساحات كبيرة لإله، ارتفاعات أسقف عالية. المساحات الصغيرة نحن أول شيء بدنا نطلع دراسة معمارية لإله، مخططات وضع راهن، بدي أدرس على أساسها، بدي أشوف أنا شو رغبة زبوني، كيف التطلبات تبعونه اللي هو بيحتاجه، 3 غرف نوم من غرفتين نوم للأقسام الخاصة فيه، يعني مثلا المساحة الخاصة تبعه اللي هي غرف النوم، المساحة الاجتماعية اللي هو بده إياها. ممكن أنا بيجي لعندي زبون بيقول لي أنا بدي مساحة عمل خاصة ببيتي اللي هو قسم خاص بالعمل، مكتب خاص فيه. فعلى هالأساس نحن بندرس ونطلع مخططات دراسية، وبعدين منتابع للتصميم الداخلي فينا نقول اللي هو التفاصيل الديكورية. اليوم يمكن مع تطور الحياة والغلاء اللي عم نشوفه أغلب أشياء خلينا نقول مصممة بمساحات صغيرة، اليوم شو هي النصائح الأولى يلي ممكن تعطيها لأي شخص عم يقتني أو حابب أنه يكسيها ويستفيد قدر الإمكان من المساحة؟ هلا أهم نصيحة هي أنه نحن بنعرف كيف بدنا نختار قطع الفرش تبعنا. يعني أنا بفضل بالمساحات الضيقة بنتوجه للمفروشات متعددة الاستخدامات. يعني أنا عندي مثلا المسند أريكة، هات فيني استخدمه كطاولة، طاولات الطي فيني بعد ما بخلص منها مثلا أنا بحطها بمساحات التخزين اللي أنا مصممتها، طاولات التعشيش فينا مثلا نقول كمان الأريكة اللي بتفتح وبتصير سرير. فهدول كلياتها نحن لما بنستخدمها بتعطيني تنظيم مثالي للمساحة وتنظيم مرن كمان، فيني أنا ببساطة أرجع ترتيب يعني برتب الديكور مرة ثانية فيه كفرش. طيب بما أنه حكينا عن استغلال المساحات والديكورات المتعددة الاستخدامات، كمان جزء منها الألوان. في كتير ناس هلأ صارت بتشوف شيء صور على الإنترنت وبتقول أنه هذا يا ترى فيني طبقه أو لا، حتى استخدام مثلا جدران مختلفة، إضافة حجر بالبيت، إضافة ورق جدران. كيف بتحسي أنه لازم هذا الشخص إذا بده يختار هيك شيء لبيته شو هي المواصفات اللي بتناسب هذا الشيء؟ هلأ ورق الجدران هي حركة أنا كتير بحبها، يعني بتعطي حركة بتكسر نمط، بتعطيكي هيك أنه لمسة جميلة لطيفة وأقل تكاليف كمان. هلأ أنت من المعروف أنه أنت إذا بدك مثلا بتحسي بالفراغ الضيق أنه هو بيعطيك انشراح، نحن دائما بنتوجه للألوان الفاتحة ما بنغمق. أنا إذا استخدمت الألوان الداكنة أو الألوان فينا نقول اللي بتعطيني عمق رح حس بضيق بالمساحة. فأنا إذا أساسا عندي مثلا استوديو 60 متر، أنا فورا بتوجه جدراني والأسقف تبعي ألوان الفاتحة والمحايدة، هذا الشيء بيعطيني نفسيا شعور بالانشراح. فنحن بنتوجه بأغلب حتى النمط الحديث للألوان الفاتحة، من بعد عن التعجيق، من بعد عن أنه الألوان الغامقة اللي يعني فيك تقولي بتعطي عمق. تمام، فما بعرف أنا هذا من رأيي الخاص، يعني ممكن في ناس لا بتفضل تستخدم ألوان متناقضة. طيب اليوم إذا بنحكي عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن يقع فيها الأشخاص سواء بالمساحات الصغيرة نسبيا أو حتى بالمساحات الكبيرة، مثل إذا بدنا نقول فيلا ب 500 متر أو 1000 متر بغض النظر عن حجم المساحة، لكن خلينا نقول المساحة الكبيرة موجودة، شو هي الأخطاء اللي بتشوفيها هي كارثية ممكن تكون؟ أنه عدم استغلال المساحة بشكل صحيح. نرجع لنفس الفكرة أنه أنا إذا استخدمت فرش ثقيل أو ضخم هذا الشيء صعب أني حوله لركن ثاني، يعني خلص ضل جامد بمكانه، ثابت بمكانه. على عكس لما بتستخدمي شيء بسيط وسيمبل أنت فيكي بتغيري فيه، يعني بأي ركن أنت بتحطيه فينا بيكون مناسب لإلك. طيب خلينا نحكي كمان اليوم أهم الخيارات اللي ممكن استخدامها وهي صارت بسيطة هلأ لحتى تتماشى مع الجو. يعني في كتير ناس بتحب أنه أنا بحب غير شكل البيت لأنه بتغير نفسيتي، بتغير حياتي. في ناس مثلا بس بتغير ترتيب العفش بقلب البيت، يعني تقلبه مثلا، تكون حاطة التلفزيون هون تقلبه هون بتغيره. هذا الشيء قديه كمان مهم ولازم يعمله الشخص كل فترة بقلب البيت ما يضل ثابت. هلأ فينا نغير بلمسات بسيطة مثل ما ذكرنا، مثلا ممكن نكسر بجدار بورق جدران، ممكن البرادي اللي هي كمان لما منغيرها بتعطي تغيير كامل للديكور، اللون البرادي، طول البرادي، يعني أنا لما بتكون البرادي طويلة كمان بتعطيني غير البرادي اللي بتكون الرول أو القصيرة. فينا كمان أنه
الإنارة كمان الإنارة بتلعب دور كتير مهم، إنه تغيير وضع الإنارة، اللوحات الجدارية، هي كلها بتفرق. نعم، يعني نحن حاولنا قدر الإمكان ناخذ فكرة عن المساحات وكيفية استغلالها. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لها. شكرا لك لوجودك معنا. أما هلأ سلمى، نتجه لمحافظة اللاذقية وفصحى للأمل في يوم المسرح العربي عبر عرض الهشيم على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. منتابع مع بعض التفاصيل. فسحة للأمل في يوم المسرح العربي عبر عرض الهشيم على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. رسالة جميلة للعالم كله، إنه هي البلد بتضل واقفة على رجليها مهما صار، مهما تعبنا، مهما صار فينا، نحن بنضل نعاند الحياة، نعاندها ونعانقها. الحقيقة حتى عرضنا اليوم اللي هو الهشيم، هو تأليف الكاتب العراقي عبد الأمير الشمخي، بيتحدث عن هذا الشيء اللي هو التعب، الإرهاق. نحن مجموعة من الأشخاص موجودين بمكان لا على التعيين، عم نبحث عن الخلاص بهذا المكان والحياة الأفضل، واللي هي العرب اللي بنكون عم ننتظرها لحتى تجي وما بتجي بالأخير. نحن راح نشوف مجموعة أحداث ممكن تكون غير واضحة عند الأغلبية، لأن هو العرض ينتمي إلى مدرسة العبث بالمسرح. هدفه الأساسي هو طرح تساؤلات عند الجمهور، سواء أنه مين هدول الأشخاص، ليش عم يتصرفوا هيك، هذا ليش كتير عم يتعرض لقسوة، هذا الجلاد مين هو، شو بيمثل، عن الأمل اللي بينطره الإنسان بعد هاي الصراعات وهي الحروب وهيك. العرض اليوم مستمر اليوم وبكرة إن شاء الله بيوم المسرح العربي. نماذج واقعية حياتية يقدمها العرض تبحث عن الطريق لتحقيق آمالها. عرض جدير بكل احترام، وإن شاء الله كل العروض بتكون بهذا المستوى. عمل جميل جدا الهشيم، بنص جميل متقن من الشمخي، بخاطبنا بطريقة ذكية جدا. تمكن هاشم غزال من إدارة العمل بإخراج جميل ومميز مع حلول إخراجية مع ممثلين ما شاء الله متمكنين جدا. عرض كان كتير حلو ومميز، والأداء السينمائي كتير هيبي وحلو، عجبني كتير. يتزامن العرض مع فعاليات في مختلف المحافظات السورية لتسليط الضوء على قدرات ومواهب الشباب وتنشيط الحركة المسرحية الهادفة. لهون نكون وصلنا لختام صباحنا لليوم. فرح، يعني كان اليوم مميز جدا من خلال كل الفقرات اللي اطلعنا عليهم، وخصوصا مع أطفالنا المتميزين. أكيد بنتمنى كل الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. بداية أسبوع جديد، وإن شاء الله يكون كله همة ونشاط على الإنجازات. وأكيد لا تنسوا تبقوا تراسلونا لأي شيء بتحبوا يكون ضمن صباحنا. ونهارك سعيد يا فرح. نهارك حلو سلمى، وأكيد نهار حلو لكل مشاهدي الأخبارية السورية. موعدنا بكرة. باي باي.